دحر كيف الزمان عن ظلم الإنسان والدنيا تكرت فينا تحكي عن أهل الشام دوار دوار كاينة دوار عم تتنقل فين من حار لحار كيف الزمان عن ظلم الإنسان والدنيا تكرت فينا تحكي عن أهل الشام ببيوتها عتيقة وأسرارها الغبيها ببيوتها عتيقة وأسرارها الغبيها محفورة أحجار الدنيا الدوار دوار دوار كأن دوار عم تتنقل فيه حار لحار كايت هالزمان عن ظلم الإنسان والدنيا تكرك فيه تحكي عن أهل الشام عن شجر الكبان من عمر الأولاد عن شجر الكبان من عمر الأولاد تكبر هالياسمين بهالدنيا الدوار دوار دوار كايتنا دوار عم تتنقل فيه من حار لحار كايت هالايام عن اهلك يا شاب ونزل الاحلام بهالدنيا الدوار دوار دوار كأن دوار عم تتنقل فيه من حارة لحارة كأن هالزمان عن ظلم الإنسان والدنيا تكرش فيه تحكي عن أهل الشام دوارة حكايتنا دوارة دوارة دنيتنا رشيدة الله يرضى عليكي لا تحكي هيك عن أخوك الكبير وليش لحتى ما أحكي يا مو أنا تركت المدرسة بسبب أخي الكبير وهي علاء ترك البيت وقعد لحاله بسبب أخي الكبير وسميرة قاعدة وناطرة مثل البيت الوقف بسبب أخي الكبير وحضرته مو سألان طيب أمي إذا كنتي متضايقة ولا ضجرانة خلي مرت أخوك بتعلمك الخياطة اللي كان لازم اتعلمه انحرمت مني والخياطة يا رشيدة كمان بتفيدك لا يا سميرة قولي بتتعبك بزيادة بكرة إذا رجعوا أولادي من المدرسة وسألوني عن شي شغلة مالهم فهمانينها بقعد مثل الأطرش بالزفة وماني عارفاني شو بدي جاوبهم بص إجا أبوكي مساء الخير أهلين عمي مساء النور يا أبي يسعد مساك ابن عمي من بكرة الصبح بتحضروا حالكم مشان نطلع الضيعة منه مشاع الشغل ومنه بتسيرنوا أنا بحب السيران كتير عمي ابن عمي بس يا ريتك أعطيتنا خبر من الأول كنا حضرنا أكلاتنا مشان ناخدهم معنا ما في لزوم بس نصلي هنيك بكرة بعطي خبر لإبراهيم ومرته يحضروا كل شيء طيب وعلاء بده يطلع معنا؟ أعطيته خبر وقال يمكن يلحقنا طب ما يطلع معنا؟ قال بكرة رح يطلع رفيقه ابن العايش من المستشفى ولازم يكون جنبه يا بي أنا مالي حسناني روح معكم ليش بقى؟ يا بي تعبانة ومتضايقة وخايفة إذا طلعت برات البيت اتضايقة بزيادة مو معقولة تبقي لحالك هون بعدين هنيك برية وهوايات حلوين يعني مو قاعدة بأوضة ومسكرة على حالك الباب طيب حاضر يا بي اللي بتأمره وبي لا تنسي تردي خبر لأم محمود لأنه بتحب طلعت الضيعة على عيني يا ابن عمي طلعت أم محمود كتير حلوة يا الله يا سيدي هلا بنقدر نقول لك الحمد لله على السلامة الله يسلمك يا علاء ما كان في داعي تعذبوا حالكم ها ولو يا حمدي
معقول تتخرج اليوم نكون موجودين؟ تسلم عليم الله فرحتنا اليوم ما بتقدر. يا حبيباتي الله يخليكم لبعض وان شاء الله ما بتحترموا بعض يا رب وتدوموا المحبه بيناتكم. الله يسلمك. يلا يا ابي يلا مشي الحال. شو قال الدكتور يا ابي؟ يا ابي الحمد لله ظهرك ما في شيء ابدا سليمه. الحمد لله الحمد لله. بس بدك ترجع بعد اسبوع مش عارف كل لك جبصين. ايه زكي على مهلك. استنى علي استنى. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا محمدي هاتي الاغراض الحين. يلا كل شيء جاهز. وزع الشوكولاته ما وزع الشوكولاته انا بجينا بيوم بالبيت. صر لك شايفه اللي انا شايفته؟ ماني شايفه شيء تركيني بهم. لك شوفي شوفي مازن كيف عم يطلع على اخت سعده. شوفي شو غلطي؟ فكرتك ما بتغاري. شو الاكتشاف اللي اكتشفتيه؟ يعني لو حمدي عم يعمل هيك مع فتحية شو كنت بتعملي؟ طلعي على قلبي عليك يا حمدي. لا اطمن حمدي غير شي. صافن بالأرض بالمزرعة بالشغل مو من حقي.
مازين؟ طيب خبز الصاج ما هيك؟ كلي انت، انا طول عمري بحبه. امسكي امسكي. عمي مطولين لنرجع؟ بس نتغدى بنرجع. عمي شو ام محمود؟ لسه ما خلصتي شويه. شو بك يا ابو مازن؟ على مهلكم، نحن ما صدقنا امتى نطلع ونعمل سيران. يو شو يا ابراهيم، لسه صوتك حلو. لعيونك يا اغا، هات لك انا طرقنا شي موال. لعيونك. يلا اوام. اوف يا ابو زينوف، عيني يا مولاي، ما حلى الوما بالوما وما حلى. لك شو يعني؟ غيراني منا؟ وش لما بدي غير منا؟ وانت كل هالمدة عم تقضيها بالضياع. لك هذا رزق رزق، والرزق اللي ما بيركض صاحبه وراه بينسرق، فهمتي؟ مازين يعني لساك بتحبني؟ ليش هالسؤال؟ جاوبني لحتى ارتاح. ارتاحي ارتاحي، انا اللي بدي اخلص من نقك لحتى انا ارتاح مو انتي. طيب مازين شو رأيك نروح أنا وأنت لعشي دكتورة؟ برتاح أنا وياك. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف لك سميرة، إذا هالسيرة بتنفتح مرة تانية بطلع على الضيعة وما بورجيكي خلتي بنوبة، فهمتي؟ لك ليش عم تطلعي فيه؟ آه؟ لا تكوني مفكرة إنه أنا اللي ما بجيب ولاد. عليكم فواتير الكهرباء مو مدفوعه، يدفعوها راح بقطع الكهرباء عنكم. لا شو تقطعها؟ استنى علينا كم يوم. هلا ما معنا مصاري ندفع لك. شوفي شوفي خير خير يا اخي. شوفي راح بقطع الكهرباء عنه لانه ما راح يدفعوا. لا دخيلك، صبر علينا يومين ثلاثه بس. انا ما بدي انتظر عليهم، الاوامر هيك، يلي ما بيدفع بنقطع عنه الكهرباء. الله يخليك، هذول جماعه مساكين واكيد راح يدفعوا لانه عنا وحده مريضه جوا ونايمه وما بتقدر تتحرك. طيب يا ستي رح طول بالي يومين بس كرمال خاطر المريضة. طيب الله معك، يعطيك العافية يا أخي. ليلي شلون أمك؟ والله بعد على حالة تعبانة. طيب معلشي سلمي لي عليها وقولي لها خالتي أم محمود راحت مشوار صغير وبترجع وبشق عليها وبشوفك. إيه عن إذنك تقولي. الله معي. مرحبا عليك. أهلين خالتي محمود، كيفك؟ اشتقنا لك، ليش ما طلعت معنا امبارح على الضيعة؟ استفدنا لك كثير. يا ستي مالي بالطيب نصيب، بعدين ما بيجوز اترك حمدي لوحده، بتعرفي. اي معك حق. بدي شوية فواكه وخضار. لمين بدك تاخذيهم اليوم؟ لهالمساكين بيت ام نوال. بس ابي وصانا انه وليد كل يوم هو ياخذهم، مع ذلك تكرم عيني. الله يخلي لي اياك، بس الجماعه حالتهم تعبانه كثير، ومبارح اجى الكشاف بده يقطع الكهرباء. الله ستر. بعدين وينك؟ بس يجي حسني، كل الاحوال تتغير. لا تحكي هم، تكرم عيني. اهلين ام محمود. اهلين يا بي. اهلين اهلين بالشاهد. عبيت لهم كيس فواكه يا الله يا وليد. حاضر. ناولني كيس لشوف. بدي هدول الجماعه. لا الله يرزقك ويخلي لي اياك باخذهم بس بشرط. خير. انك ما تعود تفتح لي سيرة نوال النقب. طيب روحي هلا روحي وصليهم للناس اللي عم بقول لك عليهم. يلا الله يرزقك. هاي خالتي محمود. هاي خالتي محمود. يعطيك العافية. تفضلي والله معي. اوف والله انت كمان عم تتعبي لي حالي. تقبرني في احلى من عمل الخير. أيوة. اذا طعميت ولد جوعان كانك ملكت الدنيا. الله يلا الله يرزقكم. الله معي. الله معي. سلامي. الله يسلمك. يا
النبي، شو رأيك نجوزها لأم محمود؟ جوزها؟ جوزها لمين؟ شو الأفكار العظيمة اللي عم تشليك؟ يعني كلك ماريت الحارة بده يتجوزوا، ليش أم محمود لا يعني؟ بالله عم تتمعلش حضرتك؟ لك لا عم أمزح معك، شايف إنه مرأك مو منية، عم بمزح شو بقى؟ لفها لفها. أهلين خالتي أم محمود. أهلين أهلين نوال أهلين. تفضل. شكرا يعطيك العافية حبيبتي. خذي تمريني. منين هدول؟ فاعل خير. مين هو فاعل خير؟ دين تقبريني دين. اشتري دواء لأمك وتفعي فاتورة الكهرباء، خذيهم من إيدي. الله يخليكي يا أم محمود، ما بدنا هالدين. معلش أمي خذيهم. كتر خيرك أم محمود. ما في أخبار عن حسني؟ لا والله لا حس ولا خبر. هو المسكينة نوال مثل مالك شايفتي رح تجن وما عم تعرف تنام الليل. إله شهور لا حس ولا خبر. معلش إن شاء الله خير برجع بالسلامة. لا تبكي هم يا نوال، أنا مستعدة أدفع لك كل ديونك بس يرجع حسني تعطيني إياه. هذا إذا رجع. الله يعطيك العافية يا بي. العافيك أهل سك. يا أخي بدي شو جابك هلا داخلي في البيت؟ ما قلت لك لازم ترتاح لك كم يوم؟ قلت لحالي بيجي بتسلى معك شوي، بشتغل قد ما بقدر. تعرف حمدي؟ اشتريت لك خروف 50 كيلو. بدنا نذبحه ونوزعه على المستحقين على قومتك بالسلامة. الله يخليك يا بي وعوض عليك كل قرش ب10. تحضري لك هدول يا بي. لك يا ابني الله يرضى عليك، ريح حالك. هي همار. يا عمي ام مازن. وين يا بتفضل؟ يا عمي شاري. خير على شو بقول؟ ما بعرف. قوم شوفه. حكي لك ابي تغيرت كل احواله، معقول هلا قوم احكي معه؟ مو معقول. تكون مزعوج من شي حدا من الحاره؟ لا، الظاهر الموضوع غير هيك. ابي بعرفه منيح، ببين عليه دغري اذا مزعوج من حدا. هلا لايمتى بيضل ابوك وابوه مختلفين مع بعض؟ صحيح ابي وعمي الشاهر مو طيبات مع بعض من زمان، بس الحقيقه لما وقع عليه الخشب عمي الشاهر وقف معي وقفه رجال وابي قالها. طيب ليش ما كل واحد فيكم بيحاول يفهم من ابوه شو قصته وبيحاول يوصل معه لنتيجه؟ طالما بتحكوا بتقولوا نحن جيل تاني. اخي المواضيع اللي بيناتهم بتخصهم الهم هنين، نحن ما بنقدر نتدخل فيها. مزبوط، يمكن اذا تدخلنا ينزعجوا اكثر. وهي احلى كاس شاي عندك ابو مازن. ايه سيدي شو بتؤمر غيره؟ خليه يدخل زلمه. خليه يدخل. غيره على راسي. شو مرني؟ الله يسلمك، سجلها على الدفتر. مشي الله معك، مع السلامة. شو وصيتها؟ بتوصل الغلط للجماعة وبتقول لهم الشاهر جاي يعملكم زيارة اليوم. شو الشاهر جاي يعملكم زيارة اليوم؟ على عيني. يلا هوا. شو يا بي؟ وين بعت لولي؟ عندي مشوار لواحد مريض. ايوه
مرحبا. اهلين وليد. يا هلا. هدول بعدهم عمي شاهر. تفضلي. وبيقلكم اليوم حيزوركم. ماشي؟ ايه. تفضلي. يسلموا ايديك. يا هلا. دياتي. شوفي الشاعر بعت لنا اغراض اكثر من كل مره وقال جاي يزورك. يا ترى ليش جاي يزورني؟ يمكن بده يخطبني. يخطبك؟ يعني اذا خطبك بتوافقي؟ ما بعرف، محتاره. لك بنتي تقلي حالك، كم مره قلت لك اياها؟ معقول يكون حسني اتجوز ونسيني؟ الله أعلم. أنا خايفة أموت وتبقي وحيدة. أصلاً حسني ما خطبني وهي سافر، لا حس ولا خبر. أنا ما بدي من هالدنيا غير أطمن عليكي. وين راح تفكيرك يا نوال؟ ما بعرف، حالتنا صارت صعبة يا أمي، لازم يكون حدا واقف معنا يحمينا. الله يلي بيحمينا هو الرزاق، هو الرحيم. علم عليك شوي، لا تعجلي بنشي، خلينا نقول الحمد لله على السلامة. شو جنيتي انت حبيبتي، امشي. لك قولي على انتي، شوفي شلون رابط راسه. لك الله ستره. يا رشيد يا حبيبتي ما تطلع، مو حلوة. امشي يا امشي. يا بي وصل دقيقتين وراجع. شو علي؟ قلت لي بدك تخطب رشيدة؟ الله يا ريت ابوك يرضى. ليش لحتى ما وافق علي؟ انت من زين شباب الحارة لك حمدي. الله يخليك. تعرف لك علاء، لهفت ابوك لما وقع الخشب علي وحسستني انه بيحبني وبيريدني. لك بيحبك لك ما بيحبك، شو بك انت؟ السلام عليكم. اهلين وسهلين. عن اذنك دقيقة اشوف زبون ورجالك. سلامتك يا ام نوال، شدة وبتزولي ان شاء الله. هالمرة باينة وقعتي تقيلة. سلامتك. بيقولوا رحمة رب العالمين كبيرة. إذا احتجتي لدكاترة لحكمي، نحن مثل أهل. المرحوم الله يرحمه كان مثل أخي وأعز، وأنا مستعد لكل المصاريف. كتر خيرك، خيرك سابق. شو وين ما شفنا أم مازي؟ الحقيقة كنت بدي أجي أنا وياها، بس أنا تقصدت أني أجي لحالي هالمرة. وينك يا نوال مطولة بالشاي؟ خير إن شاء الله، شايفة على لسانك حكي. بصراحة يا أم نوال، أنا جاي وطالب القرب منكم. منا؟ أنتوا جماعة مستورين وأوادين، وبحاجة لمين يوقف جنبكم أيام الشدة، ونوال بحاجة لمين يرعاها ويحفظها. شو بتقصد يعني؟ بصراحة أنا جاي أطلب إيد نوال وبتمنى ما ترديني. شو قلتي يا نوال؟ أنا هلأ ما بقدر بعطيك جواب، لأنه ابن عمّا مسافر، ما بعرف إمتى بيرجع. على كل حال أنا بشوف نوال وبحكي معها وشوف شو بتقول. يسلموا هديات يا عروس. Thank you.
ماله خبز عنا؟ حمدي رفيقي وبيعز علي كتير وهو من زينة شباب الحارة. رفقتك الواحد ما بيتشرف بنسبهم وما بينزلوا لي على معدي اصلا. لك انا الحق علي اللي فتحت معك هالموضوع. على كل حال ما رح اخذ واعطي معك مشان نقصر الشر. لا سيدي لا تقصر الشر. بس انت ويا اخو الشيطان. هيك مشاكل ما بتنحل الا بوجود ابوكم الله يديمه فوق راسكم. ولي رشيدة تعي لهون. تعي لهون! شو بدك فيها؟ ما دخلك انت؟ تعي لهون لك. تعي لهون! تعي لهون! تعي لهون! لك شو بدك فيها؟ من هلا ورايح برات هاي الغرفة ما تطلعي. إذا بتخطي خطوة واحدة بموتك ما فهمتي؟ يا طيب الله نعم ما تروحي يا حسرة يا معي يا معبرتك كبيرة على السوق. حتى إذا بدها تنزل على السوق يا بتوصيكي يا بتوصي محمود بدي موتك. لك ما عيب عليك أنت جمال أختك أنت ما دخلك شو بدك تخليني؟ فوتي على غرفتك روح على غرفتك أعطيني شابته خليه يرتاح. إذا ما بدي ربيكم مرة ثانية لك روح يا خليه عم شو هالزلمة هاد؟ هلا بسوي لك فنجان قهوة فوتي على غرفتك امي فوتي روحي روحي امي روحي انا رايح يا مو تقبرني خليك هلا برجع ابوك ماشي الحال الله يخزيك يا شيطان الله يخزيك يا شيطان مازن اهلين اهلين اعمل لك كاس شاي؟ لا ما بدي شاي السلام عليكم وعليكم السلام انت عندك لي الرز؟ ما بعرف اهلين تفضل انت عندك رز خال؟ ولو معلوم تفضل تسلم ايديك بالشفا نوال فكرتي بالموضوع ما بعرف شو بدي اقول لك الشاهر اكبر من حسني بكثير لك هلا قل له انك مالك موافقه ومننتظر حسني شو رايك انا خايفه عليك من الجوازه خايفه لاظلمك بركي حسني يتجوز طيب الشاهر إذا بيطلق مرته بتجوزه يو شو يطلق مرته ولاده شباب بعدين إذا ما بدك إياه لا تاخدي ما بعرف يعني بدي إياه وما بدي إياه شو رأيك استنى حسني لك شو صار لك جنيتي بحاكيك من الشرق بتحاكيني من الغرب بلك ننتظر حسني بتقلي لي بركي تجوز وبعدين معي حاجتي خفة تقلي حالك حاضر هاي تقلت حالي منيحة قومي افتحي الباب بسم الله الرحمن الرحيم شو هذا اللي حاططيه على راسك هي امي دايما بتقلي تقلي حالك هي تقلت حالي الله يثبت علينا العقل والدين سلامة عقلك وين امك ليك يا جوا تفضلي خالتي ام محمود اهلين وسهلين مرحبا الحمد لله جيتي بوقتك خير ان شاء الله يا ستي بدي استشيرك بموضوع خير اجى ابو مازن وخطب نوال ايه وشو قلتوا له نوال متردده وانا ما بعرف شو بدي اقول قلتك شو بدنا نقول له يا سلمي يجي ابن عمها من السفر تقبريني احكي معها انت نوال اوعي تتجوزي ابو مازن هذا رجال عنده اولاد شباب وبعدين انت موعد بيت الشاهر لا تتجوزيه يا بنتي يعني ما اقبل طبعا لا تقبلي انت بعدك صغيره واخوك يوسف صغير بده رعايه حلفي انك ما رح تتجوزي ابو مازن وانت ليش ما بدك يعني اتجوز ابو مازن يا تقبروني على الحكي لك الحق مو عليكي الحق علي اللي حاطه عقلي بعقلك وقاعده عم بحكي معك منوال دخيلك لا تخليها تتجوز ابو مازن الحقيقه بدي افرح فيها لكن مو بهالطريقه دخيلك لا تواخذيها
هي كلمة بتاخذها وكلمة بتجيبها وكل دقيقة وكل ساعة برأيي. وانت كمان ما لازم توافي حتى لو وافقت امك. والله انا محتارة، خاف اروح من هالدنيا قبل ما اطمن عليها. بعد عمر طويل يا ام نوال، حاسة حالي مصبحة ماسية. بعيد الشر عنك امي، لا تحكيلي. المكتوب ما منه مهروب يا بنتي. انا ما عاد خيط عن سميرة. ليش بقى شبها؟ خياطتها حلوة وراكزة، شوفي ما احلاها. ايه خياطتها راكزة، بس بيت الشاهر بيقمطوا القلب. يوه ايه، مازن لحاله طول عقدته شبر، ورشيدة نكدية. مساء الخير. اهلين وسهلين. اهلين حمدي. شو شايفك تركي ابوكي لحاله وادي هون؟ ابي تركته نام. لك وحدي ابوها ضعيف، تتركه لحاله وتروح تعمل زيارات؟ انت نايمة. عادي عادي، هلا بوصلك حمدي، وصلها الله يرضى عليك. انا مالي فاضي. الله يرضى عليك وصلها. اجيت لحالها بتروح لحالها. لك امي مو حلوه، وصلها. ماشي الحال، بدي طالع الخشبات لفوق وبدي غسل وغير اواعيي، خليها تستناني. ايه يلا بتستناك. عادي عادي. مساء الخير ابن عمي. أهلين، شو في؟ حط لك عشاء؟ لا، مالي نفس. ابن عمي؟ شبكي؟ شو في كمان؟ احكي يلي على لسانك وخلصيني، تعبان مالي أدران. ابن عمي، شو رأيك إذا كان إجا عريس وطلب إيد بنتك رشيدة منك؟ يعني مو صار وقت إنه نجوزها ونستتها بقى؟ وين العريس؟ مو يجي بالأول حتى نحكي بالموضوع؟ بصراحة حمدي ابن العايش. شبو؟ حكى مع ابنك علاء وقال جاي بده يطلب إيد بنتك رشيدة منك. ابن العايش؟ إيه شبو؟ شاب ما بيعيبه شيء ومنيح وأخلاقه منيحة، بعدين رشيدة ما عادت صغيرة. شباب لوين طالع؟ طالع اقعد برا، هو الأوضة رح يقنعني. خلصيني فتحية وقاعد رفقاتي. لحظة. ما رح تقلي تصبحي على خير؟ تصبحي على خير. حمدي. نعم. أنا كثير بالي مشغول عليك. خايف عليك تتشاكل مع بيت الشاهر. بلالك رشيدة والله مو خرجك. فتحية تصبحي على خير. حمدي ما بدك تفوت شق على أبي؟ قبل شوي قلتي بكون نايم. ايه فيقوا إذا بتفوت. لا معلش ما بدي دايو، سلميلي عليه. تصبحي على خير. رشيدي في شي يا بي؟
لا يا بي، بس انا شبكي في شي مضايقك؟ لا يا بي ما في شي مضايقني. انت في شي مضايقك؟ ايش باين علي شي؟ ايه يا بي باين عليك الان. لا لا لي الان ولا شي. تعرف شو جاي على بالي؟ شو يا بي؟ بدي اشرب كاسة شاي من هالايدين الحلوين. تكرم عيونك يا بي من عيوني. الله يرضى عليك. عزو وصل 1500 عزو. طلبك جاهز، انت بتدور قبل هول. يلا لشوف. ايه على قولت قبل هول نص ال 1500 شباب. والله بلا مزح يا سيدي. روق يا ابو حميد، طالما علاء واقف بصفك فما يهمك، ما في مشكله لو لها حل. علاء شو رايك احكي مع مازن بنفسي؟ لا لا اوعى، لا تقرب من مازن بنوب اعوذ بالله. طيب يا اخي ما بدي اعرف ليش عم يرفضني. وانا من رايي حمدي هو بعمره ما اساله لياخذ منه هيك موقف، ما دام مو بوشه. حمدي شاب معدل وقبضاي وابن حارتنا وصاحب صنعة. ولا عفوا اخي علاء، مازن بده ينتظر يتقدم الغريب. مازن عقله صعب اخي وبعرفه، وانا متاكد اذا حكى معه حمدي راح يسكر كل الابواب بوشه. ايه بس هالشيء مو طبيعي منوب. ولا الحل والربط بايد مازن بهيك مواضيع كمان؟ اكيد لا، بس من يوم ما ابي سلموا الارض والمزرعه كبر راسه كتير، وخايف اذا حمدي فتح معه الموضوع يركب راسه وتعلق بيناتهم مشاكل هو بغنى عنها. بس يا اخي انا خايف انه ابوك ياخذ بكلام مازن وتتعقد الامور اكثر بوشي. لك اخي طول بالك، ان شاء الله ما بصير لك الخير. شو بك؟ وين الشاي عزو؟ حاضر تعمل يا سيد. روقونا بقى روقونا. دستور طمنيني ان شاء الله اليوم احسن يا منوال. تفضل استريح. يزيد فضلك نوال، ساعدنا الشيء. حاضر. ايه ستي ان شاء الله اتخذتوا قرار. والله ما بعرف شو بدي اقول لك. انت يا ابو مازن ما في مثلك بكل الحاره، وفي ألف بنت بتتمناك. بفهم من كلامك إنه ما بتكون الشهير. لا أعوذ بالله، أنت على العين والرأس. يا منوال أنا ما بدي نوال لحتى أعملها ضرة، أنا بدي صونها بعيوني، بدي أعيشها بالنعيم. نوال من حقها إنها تعيش وتتمتع بحياتها، وسبق وقلت لك إني أنا شاريها لأنه هالبنت عجبتني. وأنا انت غالي علي كثير يا ام مازن، وانا كاتمه اسرار الناس كلها الا انت. حاسه اني مالي قدراني اخبي عنك شيء. خير ان شاء الله، اما طيلي قلبي يعني. بس لا يطلع خلقك. خلص احكي، شغلتيلي بالي. جوزك بجوز بده يتجوز عليكي. ابو مازن يتجوز علي؟ طب ليش؟ مين؟ لا يمكن ابو مازن يتجوز علي ابدا. لا تعلقيني مع جوزك الله يخليك. ها ليش هو قال لك؟ ايه بكون عم يمزح. طيب مين هي؟ نوال بنت المرحوم ابو يوسف. معقول يا ابو مازن؟ معقول بعد العشرة هاي؟ معقول العشرة اللي بيني وبين المرحوم ابوكي بتحتم علي حطك بعيوني واحفظ الود لامك. نحن اهل واكتر.
شافتك مستعجل كتير. وليش الانتظار طالما العروس ما عندها مانية؟ بس أنا إلي شروط. بس يا نوال خليها تشروط. نوال بحق لها تطلب يلي بدها إياه. أول شي بدي أخي يطلع من الفرن. أخوك لساته صغير ما خرج جسمه تتعلم صنعة. هو لأنه صغير لازم يدخل المدرسة مثله مثل أولاد كل الحارة. بعدين طالما نحنا لازم نضل مسؤولين عنه ونصرف عليه طالما هو محتاجنا. تكرمي على عيني إذا هيك بسيطة غيره. وبدي إسوارة، إسوارة ذهب. قولي إسوارتين وشو كمان؟ وبدي حلا وطوق مشيشل وشو كمان؟ ايه وبدي لعبة كبيرة. لعبة كبيرة؟ بس انت كبرتي على هالشغلات يا نوال. ايه شوفي انا مو من وقت كنت صغيرة بدي لعبة كبيرة. تكرم عينيك وغيره. نحن ما بدنا غير سلامتك، بدنا السترة، وواثقين من كرمك يا ابو مازن. نوال بتستاهل كل خير. وهلا شو قلت يا ام نوال؟ مر بكره لعندكم اخذها ونزع على المحكمه نكتب كتابنا. شتوي فايق علي